عايز استعرض مع احد الاباء المتخصصين في هذا الشان او المهتمين بهذا الشان تحديدا علشان نتكلم في اواضي او ظاهره اختفاء وخطف البنات الكسر من الابيض. معانا اتسابونا ماكاريوس الكونس متياس، وهو كاهن كنيسه مريمينا والبابا كرولوس بمنطقه الكشح بسوهاج. اتسابونا ماكاريوس نقاب الايادي، وكل عام واتساك بخير. كل سنة حضرتك طيبة بالسيد ومشاهدين القناة الكرام، متابعين حضرتك كلهم بخير، وسنة سعيدة مليئة بالخير والبركة على حضرتك. تعيش يا ابونا. قدس ابونا، انا عارف ان قدسك مهتم بملفات كتيره لبناتنا المختفيه او المخطوفه قسرا او الحقيقه مع غير معلومه صحه، فانا عايز قدسك، وبما انك بتخدم في الكشح احد اركان الصعيد، ايه راي قدسك في اللي بيحصل، وايه مطلب قدسك كمان لوقف هذه المهزله؟ وفي الحقيقه نشكر ربنا، موضوع الاختفاء مش موجود نهائيا عندنا في الكشح، نشكر ربنا. ولكن ظاهرة الاختفاء السيدات والبنات في الوقت الحالي وخلال شهر 12 من المواضيع المنتشرة متكررة جدا. يكون عندنا حالة بعدد 7 حالات اختفاء شهري ما بين سيدات كبيرة 25 سنة، زي حالة نانسي ماهر أو نرجس عادل إبراهيم 13 سنة، مارينا سامي من جسر السويس ومتوتة، مارينا عادل الويلي 19 سنة. الموضوع بدأ يزيد، بدأ حالات الاختفاء تتكرر. احنا بنسأل كده، ايه السبب او ايه الداعي لده كله؟ لان موضوع اختفاء السيدات والقاصرات في مصر امر متكرر وصعب جدا. 6 حالات في شهر رقم كبير، رقم محتاج مننا وقفة كبيرة، نشوف هل هي ده دواعي امنية والتقصير الامني في النقطه دي، وليه السبب في التقصير الامني ده يكون اسلوب منهج ومنظم مش متكرر. فهل هناك من يريد زعزعه الامن والاستقرار واثاره الاقوات ضد الدوله؟ فده اللي مطلوب من الدوله تحديدا، في حاله اختفاء متكرره وفي تقصير امني متكرر. طيب تسابونا ماكاريوس، هل ترى قدسك ان في مخطط لجمعيات شرعيه او ما غير ذلك هي اللي بتقوم بهذه الاستهدافات، وبما يترتب عليه ان هناك تقصير امني فيما بعد؟ ما هو بالاسلوب المتكرر، وانه حالات فرديه متكرره وين في مختلف المحافظات، وكده ده في اسلوب ممنهج نعم ومنظم، وفي جماعات بتخطط لده لإثارة الأقوات ضد الدولة نعم حدوث مثل هذه الحالات المتكررة. نعم، فنقدر نقول لا، في منظمات بتساعد وبتدعم اختفاء القاصرات أو السيدات في القاصيات في مصر. طيب اللي احنا محتاجين تدخل من الدولة فيه، بيبقى تدخل قوي ورادع. طيب انا برضو هسال قدسك يا ابونا، هل في دور على الاسره تحديدا في متابعه او في تامين اكثر او في حفظ بناتهم من الشر المحاط بهم؟ طبعا لابد من الاسره يكون في توعيه من الاسره للاولاد. دلوقتي مع انتشار السوشيال ميديا والاعلام والتواصل الاجتماعي فيسبوك وما الى اخره، جعل انه في تواصل خارجي من بره الاسره. فاحنا مطالبين توعيه، دايما نقول نوعي اولادنا ونوعي الاسر واولادنا جميعا بمقدار هذه المشكله والخطوره. ما ننساقش وراء اي كلام، سواء كان كلام حب او كلام ما الى اخره، اقناع من البنات ليهم. لا، ده محتاج نقطه توعيه، انه ازاي نكون كاباء وامهات في بيوتنا عارفين ايه اللي بيحصل في بيوتنا وفي اولادنا. بمعنى ما نقدرش نسيب الولد او البنت بالساعه مقفول عليهم باب الاوضه وما نعرفش هم بيفكروا او بيتعاملوا ازاي. لابد من التواصل، لابد يبقى في حوار مع اولادنا، لابد يكون في توعيه، لازم يكون في نعلم اولادنا لا، في واجبات، في حدود في كل حاجه، في حدود في حياتنا الشخصيه، في حدود في التعامل مع الغير مسيحيين او اصحابنا او اصدقائنا حتى لو كانوا مسيحيين، ولكن كله في اطار الحدود. بس ده لابد ان الاسره تكون كافيه
وعارفة ان هي موضوع التوعية من موضوعات مهمة جدا في تربية الاولاد والاولاد المنسحين في بيوتنا. طيب انا عايز اسألك يا تصابونا مكاريوس رسالة بقى للي بيفكروا ان هما كده بيخدموا دينهم او بيخدموا عقيدتهم ان هما يعني يقسموا اسرة او يحزنوا اسرة بخطف بنت من بناتهم ويجبروها قسريا على القول الديني. يعني انا عارف ان الناس دي ممكن تكون اساسا بتسمعنا دلوقتي ولا حاجه، بس لاجل وجه الله يعني او لحفظ ماء الوجه، عايز رساله من قدسك لهؤلاء الذئاب الخاطفه. يعني الذئاب الخاطفه بقول لهم كده، راعوا ربنا، راعوا ضمايركم في حياتكم في الخطف البنات والقاطرات، وخصوصا بالنسبه للبنات والقاطرات والبنات في الصعيد، بتبقى من ناحية الأسرة بتبقى عليها ضغوطات كتيرة، وبيحس إن هم قد إيه مجروحين إنه بنتهم مش موجودة. طبعاً. وتبقى النقطة برضو فيها كرامة، ويعني برضو السعيد ليه تفكير مختلف عن القاهرة أو دلتا في نقطة البنات، ويعني حرمة البنات دي حاجة برضو ليها كلسية كبيرة أوي في الصعيد. طبعاً، لأن مجتمع الصعيد ومجتمع القرية شوية مجتمع مغلق ومعروف بين الأهالي وبين بعضها. يعني دايما نقول يا ريت الناس اللي بتجاهد في موضوع الخطف ده انها تخطف بنات او تغيرهم على من دينهم، لا، انت ايه وجه الاستفاده؟ تمام، كذا ان تكون وجه الاستفاده منعدمه. تمام، هل هو انت بتزود دينك كده؟ ما اعتقدش انه ده هو الزياده في الدين. تمام، كان ده فكر يعني عندهم منتشر، لا، مش كده اطلاقا. يعني زي ما بنقول لو انت الحاله دي عندك اخت بقيت ملحية، ايه رد فعلك؟ تمام. ربنا ينعم على مصر وعلى اولادنا وعلى بناتنا بالخير، واحنا في نهايه سنه نستقبل سنه جديده نعمل فيها تكون سنه مليئه بالخير. امين، بالبركه. امين. نتوقف بقى المسلسل ده خالص، يعني استهداف بناتنا كفايه كفايه قوي يعني. كفايه قوي. 6 حالات في شهر 12 وقبلهم في حالتين رجعوا، لا، موضوع شائك، موضوع متكرر، موضوع في منتهى الخطوره، منتهى الصعوبه. ايه اوجه الاستفاده للناس؟ لو يشوف معاناه الاسره ولا الامهات. انا عندي كذا ام جال لهم يعني وفاه بسبب اختفاء بنتهم وعدم معرفه مصيرهم، او حالات يعني عرفوا ان بناتهم اجبروا على الاسلام الجبريه وغير ذلك. طيب سؤالي الاخير ليك يا تسابونا، هل ترى ان جلسات النصح والارشاد ضروره لعودتها بعد توقف حوالي ما يقرب من 15 سنه منذ احداث وفاه قسطنطين في 2005 حتى الان، وفقا لقرار مغير من حبيب العدل انذاك بوقف جلسات النصح والارشاد توقفت، هل ترى قدسك ضروره لعوده جلسات النصح والارشاد؟ طبعا، لابد ان جلسات النصح والارشاد تعود ثاني بعد توقف من عام 2004 لحد النهارده. لا طبعا، فعال، دور فعال، انه الاهالي بتقعد مع بعضها، بيقعد واحد ممثل من الكنيسه ومن مشايخ الازهر ويبداوا يدرسوا الوضع، وبتبقى موجود الطرف اللي بيبقى متحول من ديانته، فلابد انه دي جلسات توعيه. كتير بنعاني خصوصا من المسيحيين والمسيحيات اللي بيحولوا بيعملوا لهم ما يسمى بغسيل الدماغ، أو بيبدأوا يوصفوا لهم إن الحياة هتبقى مختلفة، الحياة هتبقى أحسن في حالة تغييرك عن الدين ودخولك إلى الإسلام. تمام. محتاجين نوع من وعي، كلهم أحيانا كتير بيبقوا مضحوك عليهم بمعنى الكلمة، بيعتبروهم إن هم هدف وإنك أنت تاخد من مميزات في الدنيا وفي الآخرة، ويبدأوا يقطعوهم بكلام وهمي لا أساس له من الصحة على الإطلاق، كله بهدف انهم ياخدوا الشخص الى الديانه الاخرى. فده احنا محتاجين فعلا جلسات النصح والارشاد تعود بقوه، ممثل او ممثلين من الكنيسه الارثوذكسيه يكونوا على درايه كامله ودرايه قويه، شخصيات قويه. وبرضه لازم يكون في ممثل من القضاء المصري قاضي، ولازم عشان يراعي الجوانب القانونيه، لازم يكون في ايضا مندوب من مجلس قومي لحقوق الانسان عشان يراعي الجوانب الحقوقيه. يعني ما هو كل الاركان اللي موجوده
وما تقامش برضه يا ابونا في احد اركان الجهاز التنفيذي اللي هو يعني مثلا مديريه امن او مكان ترهيبي، لا يتم في مكان عادي جدا سواء مثلا في مركز قومي لحقوق الانسان او يتم في مكان مكتبه او مكان عام يعني، او يعني اصل انت ترهب الفتاه وترهب الكاهن اللي رايح داخل اروقه الامن الوطني اللي هم اساسا راخمين البنت على الاسلام الجبريه. فهي الفكره لازم يكون في فصل ولازم يكون في معادله واضحه ولازم يكون في توازن ان البنت تختار فعلا ان هي تقبل الدين الجديد ام تقع على دينها بعد جلسه نصر ارشاد من الكاهن وبعد جلسه في وجود قاضي ووجود مندوب من المجلس القومي لحقوق الانسان عشان تنال الجلسه عداله، ده قرار مصيري. طبعا لازم لابد ان يكون في ممثل عن الهيئات القضائيه، ممثل عن الكنيسه، ممثل عن مشيخه الازهر وما الى اخره من مؤسسات الدوله. ده لابد ان يكون اجتماع حوار متكامل، حوار قوي، ما يبقاش ياخد الطابع الروتيني او الطابع الشكلي ودون ان هم يكون ليهم فعاليات او يكون ليه تكوين دون فعاليه حقيقيه على ارض الواقع. تمام. لابد يكون ذو ممثله قويه، مؤسسه قويه، منظمة حقوق إنسان تراعي الحقوقيات، تراعي موضوع أسلام الفتيات، يكون في وفي قوة في فكر ويكون المتقدمين أو الموجودين وعارفين قيمة وأهمية وخطورة موقف إن يكون في شخص يغير دينه من دين إلى آخر. ده محتاج قوة فعلا أو من الأشخاص اللي يكونوا ممثلين عن الكنيسة، عن مؤسسة الدولة، عن مشيخة الأزهر، إلى آخره، عن حقوق إنسان وحاميين. اتفق معاك، اتفق معاك. طيب انا الحقيقه بشكرك جدا تسابونا كاريوس، على برغم ان انت قلت ان انت قريتك او مدينه الكشح لا تعاني، لكن انت كلنا اعضاء في جسد واحد وانت تعاني من معاناه هؤلاء الاسر اللي بيتضرروا من خطف او اختفاء بناتهم. وانا عارف ان قدسك تابعت تحديدا قضيه نرجس كومومبو وتواصلنا مع بعض للتوضيح يعني امكانيه انقاذ هذه الفتاه من براثن الذئاب الخاطفه، وان شاء الله ترجع، ان شاء الله ترجع بالضغط الشعبي والضغط والصلاه. لازم البنت دي ترجع تحديدا لانها مش حاله اختفاء، دي حاله اسلام جبريه واضحه جدا. شكرا جدا ابونا مكاريوس القومس متياس، وسلامي طبعا لابونا متياس البركه بتاعتنا، وربنا يعود عليكم الايام كلها بخير والبركه وتعيدوا ان شاء الله بكل سلام اعياد الميلاد وراس السنه يا ابونا. شكرا ليك. كان معانا القس مكاريوس القومس متياس من كنيسه مرمينا والبابا كرولوس بكوش. عايز